بل فرض في مادته التاسعة وحتى اليوم من 26 لليوم المادة التاسعة على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية إلى القرار رقم 60 لام ري الصادر في 13 أذار 36 عن مفوض الاحتلال الفرنسي دومارتيل والمعدل لاحقا بالقرارين 46 و53 لام ري إي والذي ضمن في المادة العاشرة أنظمة طائفية للأحوال الشخصية خاصة بطوائف لبنان 16 التاريخية إضافة إلى إخضاع اللبنانيين الذين لا ينتمون إلى أي طائفة للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية. وإن وجد البعض ممن لا شك يتوخون الخير في تفعيل هذا الحيز المدني المنسي في القانون اللبناني اليوم فإن الركون إلى هذا القانون والاكتفاء بتفعيله ينقلنا من تحت الدلفة إلى تحت المزراب فالاحتلال الفرنسي لم يكتفي بتكريس دولة الطوائف عبر حماية عصبها وتعصبها الطائفي بأن مأسس تفككها الاجتماعي بقانون أحوال شخصية خاص بكل طائفة بل حول أيضا الذين لا ينتمون إلى الطوائف إلى طائفة النظام العلماني الفرنسي فيما هو يوهم بتجانسه مع ذاته تركه حيزا مدنيا للقانون اللبناني إنما مسخ العلمانية في لبنان طائفة وإذا كان العلم والعالم يشهدان على أن العلمانية هي في الدولة خيار نقيض للدولة الدينية فليس إلا في دولة الطوائف في لبنان يراد للعلمانية أن تكون في أفضل أحوالها طائفة كي يكتمل النقل بالزعرور وبالطبل وبالزمور في بحثه عن أصول الحكومة يعتبر روبرت ماكايفر أن الحكومة تنشأ حين يتولى جهاز مركزي مهمة الانتظام الاجتماعي وتتعهد العائلة أول الأمر عملية الانتظام وتصون العملية العادات السائدة في الفئة التي يجري فيها الانتظام هذا هو المنشأ الأول الحقيقي للحكومة إن العائلة هي الخلية الاجتماعية الأولى وإنها المحتوى الأول للخصائص السلطوية التي تعتبر جوهر الحكومة وهذا تماماً ما عرفته الطوائف بالغريزة وبرائحة الدم فإن أخضعت التقنيات الحديثة دولة الطوائف في لبنان لفحص الDNA لأتت البصمة الجينية الدامغة الأحوال الشخصية الطائفية الأحوال الشخصية الطائفية هي البدء وهي النواة وما يلي كله مجرد تنظيمات وتشريعات لحماية النواة وتغليفها ومثلا تسهر دولة الطوائف على تقوية مناعتها ضد الوعي السياسي فهي منذ جنينيتها قائمة على مبدأ الكوتا الطائفية في كل زاوية مؤسساتية تشريعا أو عرفا علنا أو سرا وأما الكوتا فعادة ما تكون مرحلية باتجاه استكمال نضوج الوعي هكذا يضع الوالدان كوتا سلبية على ما يمكن لطفلهما تناوله من حلوى أو شراب أو حتى فاكهة في اليوم أو في الأسبوع إلى أن ينمو الطفل ويغدو قادرا على فهم ما المفيد وكيف ومتى ولماذا وهكذا تمص بعض التشريعات في دول أوروبية على كوتا إيجابية نسائية لتحريك الوعي الشعبي باتجاه انتخاب المرأة وتعويض القواعد على رؤيتها في المواقع السياسية التشريعية والتنفيذية ثم وبعد نمو الوعي الجندري
جندر تزاد الكوتا لمصلحة حرية الاختيار الواعي. هذا هو منطق الكوتا، مرحلي مؤقت هنا إلا في لبنان. أعجوبة الجبل القريب زهاء نصف ساعة من البحر، فالكوتا عصية على الوعي الاجتماعي السياسي، لأن دولة الطوائف عصات موسوية اعتادت الشق. وطن النجوم حدق. ومثلا يؤكد الدستور في مادته العاشرة منذ 1926 على أن لا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة. بحماية الدستور، وحتى اليوم بحماية الدستور، تحتل المدارس وتقرصن التربية على غرار خطف العائلة، مجتمع الزنازين والانفراديات الطائفية. كل احتمال مباح إلا التربية الوطنية والهوية الوطنية، بل إلا أن يلتقي ابن طائفة ببنت طائفة أخرى، أو أن يتزامل الأولاد من دون إشهار الختم الطائفي. لو شاء مشرعو الدستور اللبناني في الطائف السعودي أن يصدقوا اللبنانيين لأعلنوا في المادة العاشرة المضمورة صراحة، كانوا قالوا لا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء ميليشياتها ومؤسساتها، حضاناتها ومدارسها وجامعاتها وأحزابها، تياراتها ومجالسها وصناديقها وإذاعاتها ومحطاتها التلفزيونية وكشافها وفرقها الرياضية ومجمعاتها السكنية وكل ما تعتبره مهما لبقائها ونقائها الطائفي الخاص وحيويا لتناسلها. كل ما في لبنان أمثلة على أخطبوط دولة الطوائف. 300 عام من القيم الطائفية وسوسيولوجيا الطوائف أنبتت من الطوائف ميليشيات، ومن الميليشيات تنظيمات طائفية تتمأسس أحزابا طائفية، ومن الأحزاب الطائفية أدوات ترتضي تركيب دستور على قياسها، ومن الدستور ضامنا قانونيا وقيميا للطوائف، إن كان من لويتان خبزي لبايسن، ومتاهة لابرنسية مقفلة، فهذه دورة طائفية محكمة الإغلاق والتناسل والتناسخ. طوائف فميليشيات فأحزاب، تنظيمات فدستور فطوائف فميليشيات، وهكذا إلى ما لا نهاية. أخطبوط برهن ولا يزال يبرهن أنه قادر على وضع حد لأي ظاهرة فردية أو قيمية خارج عن نطاق سيطرته، أو تظهر نية في الخروج، فإما يجتذبها إلى حبره وأحباره أو يقضي عليها. لم ينجح في مساومة أنطون سعادة ولا في استمالته، ولم يفهم قوميته السورية الاجتماعية، وفشل حتى في لبنانتها فأعدمه.